अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरह अन्निशा और वल मुसनातु यानी पांचवे पारे का पांचवे रुकू से छठवें रुकू तक। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرانا إلا إحسانا. إلا إحسانا وتخفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فر لهم الرسول لوزد الله التواب الرحيم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يزيد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا لا يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. इसको हम एक बार और पढ़ेंगे. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريد أن يتحاكموا إلا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيته المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا. إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يزيد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا إليهم أن اقتلوا أنفسكم وبخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
वमई युतिल वमई युतिल وهسون أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.